طيب شو سر العلاقه الجميله ما بينك وبين الجمهور؟ دائما ترقصون مع بعض وتسولفون، شو سر هالعلاقه الحلوه بينك وبين الجمهور الاهلي؟ احنا مفتوحين معاهم وكما قلت لك ديما كيساندونا، وحنا كنحاولوا اننا نخدموا احسن حاجه باش نرضيوهم. طيب كابتن بخليك العب يلا، يعطيك العافيه يا كابتن، مبروك يا كابتن، جزاك الله خير حبيبي، الله يسلمك.